بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم وليد يوسف. ان شاء الله النهارده هنستكمل كورس الحساب السريع الفينجرز ماس. طبعا اخذنا قبل كده قاعدة العامل المساعد الصغير وقاعدة العامل المساعد الكبير وقاعدة العامل المساعد للعدد ايه؟ للعدد 5. دلوقتي ان شاء الله النهارده في الحصة دي هناخد تطبيقات على الثلاث قواعد اللي احنا اخذناهم. هنحل المسائل دي مع بعض وهنستخدم الثلاث قواعد بتوعنا. بس هراجع القواعد بتاعتنا. طبعا الناس اللي متابعه معايا الكورس من الاول هيبقى بالنسبه لها الكلام ده سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. اما الناس اللي اول مره تشوف الفيديو طبعا لازم تراجع الحلقات الاولانيه، لان الكورس طبعا لو جيت من الاخر مش هتفهم حاجه وهتلاحظ ان العمليه معاك صعبه شويه. فلازم تبدا الكورس من الاول واحده واحده وهتستمتع ان شاء الله بالكورس ده. واحدة واحدة تعالوا نراجع على قاعدة العامل المساعد الصغير. قلنا بكل بساطة انت لو محتاج واحد، الواحد بيساعده الاربعة، لو محتاج اتنين بتساعدها التلاتة، لو محتاج تلاتة بتساعدها الاتنين، لو محتاج اربعة بتساعدها ايه؟ الواحد، بتساعدها الواحد. وكل دي قاعدة العامل المساعد الصغير. هو العامل المساعد ايه؟ الصغير اللي هو ايه؟ اللي بشيله وبحطه مكانه 5. طيب قاعدة العامل المساعد الكبير كنا بنقول لو انت محتاج 6 بتساعدها الاربعة، لو انت محتاج 7 كانت بتساعدها التلاتة، لو انت محتاج 8 كانت بتساعدها الاثنين، لو محتاج 9 كانت بتساعدها الواحد. وده كنا بنعمل نشيل العامل ونحط كام؟ ونحط 10. ونحط ايه؟ ونحط ال10. بعد كده اخذنا قاعدة العامل المساعد للعدد 5 وقلنا بكل بساطة لو عندك مثلا انت محتاج 6 هتعمل ايه؟ كنا بنعمل كده، بنضيف واحد وبننقص 5 وبنزود 10. محتاج 7 كنا بنضيف زائد 2 ناقص 5 ونضيف 10. لو محتاج 8 كنا بنضيف 3 زائد 3 وننقص 5 ونزود 10. محتاج 9 كنا بنضيف 1 وننقص 5 ونزود 10. وهنفهم ان شاء الله بالامثله واحده. الناس طبعا اللي متابعه الكورس من الاول بالنسبه لها الامور دي سهله وبسيطه جدا جدا جدا. تعالوا نبدا على بركه الله. اول مثال بيقول لي 8 زائد 6 زائد 5، 8 زائد 6 زائد 5. تعالوا نبدا واحده واحده. انا عايز 8، ادي 5 6 7 8 كده 8. طيب انا عايز دلوقتي 6، عايز 6. طب ال 6 ما عنديش 6، انا فاضل معايا 1. هل جاء لقاعدة العامل المساعد الكبير؟ قاعدة العامل المساعد الكبير بتقول لك ال 6 بتساعدها ال 4، شيل 4. طب انا ما عنديش 4 يا استاذ، ما عنديش 4. في الحالة دي هل جاء لقاعدة العامل المساعد للعدد 5؟ هعمل ايه؟ ال 6 هضيف 1 هنقص 5 هزود 10، اصبح 8 زائد 6 كام؟ 14 زائد 5 زائد 5، يبقى الناتج معاك كام في الاخر؟ 10. 15 دي 5، يبقى دي 5 6 7 8 9 ومعاك 10، يبقى الناتج بتاعك كام؟ 19. يبقى الناتج بتاعي هيكون 19 بتاع المساله الاولى. سهله ان شاء الله. تعال يا شباب نروح للمثال الثاني. بقول لي 7 زائد 6 زائد 6 تحل ازاي؟ انا اول حاجه عندي 7 اهي، عايز 6. والله يا استاذ ما عنديش غير 2 ومعيش ال 6، اعمل ايه؟ الجا لقاعده العامل المساعد الكبير. الكبير مش هيساعدني لان انا محتاج 4 ومفيش 4 عشان اشيلهم واطلع 10، فهضطر الجا لقاعده العامل المساعد للعدد 5. ال 6 بتساعدها اضيف 1 انقص 5 ازود 10، اصبح الناتج 6 زائد 7 13. طب كده انا محتاج 6 كمان، ال 6 مش موجوده ولا موجوده؟ 6 موجود يا استاذ، انا عندي 5 6 تمام، دي 5 6 اصبح عندي كام؟ 10 15 16 17 18 19. يبقى 7 زائد 6 زائد 6 يديني الناتج 19. يبقى الناتج بتاعك هيكون كام؟ 19. طب تعال نشوف اللي بعدها. 7 زائد 7 زائد 6 اهو 7، عايز 7 ما فيش، يساعدها المساعد الكبير. طب المساعد الكبير مش هينفع لان لسه ما فيش 3 عشان انزلها، فالجا لقاعده العامل المساعد للعدد 5، ازود 2 انقص 5 ازود 10، اصبح الناتج بتاعك 14. كده انا محتاج 6. طب ال 6 مش موجوده يا استاذ، بس يساعدها مين على المساعد الكبير؟ يساعدها الاربعه، امشي 4 واطلعي 10، اصبح الناتج كام معانا يا شباب؟ 10 20. يبقى الناتج بتاعك هيكون 20. يبقى 7 زائد 7 زائد 6 يساوي كام؟ يساوي 20. طبعا الناس اللي بتتابع معايا الكورس من الاول بالنسبه لها الحاجات دي سهله جدا وبسيطه جدا جدا. طيب 8 زائد 2 زائد 6 احلها ازاي؟ طب والله انا اطلع ال 8 اهو، دول 8 5 6 7 8 زائد 2، انا محتاج 2. والله يا استاذ ما فيش 2، بس ال 2 في العامل المساعد الكبير بيساعدها ال 8، بيساعدها ايه؟ ال 8. يبقى انا هشيل 8 واطلع ب 10، هشيل 8 واطلع ب 10 قاعده العامل المساعد الكبير. طب زائد 6 كده انا محتاج 6، زائد 5 6، اصبح الناتج معاك كام؟ 10 15 16. يبقى الناتج بتاعها هيكون 16، وان شاء الله سهله وبسيطه.
طيب اللي بعده بيقول لي 5 زائد 5 زائد 6 زائد 9 زائد 7 زائد 3 زائد 2. احلها ازاي؟ واحده واحده كده مع بعض. 5 زائد 5 5. محتاج 5 يا استاذ، مفيش 5، يبقى انزل بال 5 واطلع بال 10. انا قلنا الحصه اللي فاتت ال 5 بتساعدها ب 5 اهو. 5 زائد 5 مفيش 5 دول 4، يبقى انزل ب 5 واطلع ب 10. طيب زائد 6 5 6 زائد 9، والله يا استاذ مفيش 9، اللي فاضل معايا 3 بس. ال 9 مين يساعدها؟ يساعدها الواحد العامل المساعد الكبير، يبقى انزل بالواحد واطلع بال 10. انزل بالواحد واطلع بال 10. زائد 7، والله يا استاذ انا ما عنديش 7، ما عنديش 7، انا عنديش غير ايه؟ 4. طيب ال 7 مين بيساعدها في العامل المساعد الكبير؟ بيساعدها ال 3. طب ال 3 مش هينفع، ما عنديش 3 عشان انزلها، في الحد الادنى لقاعده العامل المساعد العدد 5. ال 7 هزود 2 هنقص 5 اطلع ب 10. تمام يا شباب؟ زائد 3، طب ما عنديش يا استاذ 3، ال 3 مين ساعدها؟ ال 2. انزل بالعامل المساعد الصغير، انزل بال 2 واطلع ب 5. زائد 2، اصبح الناتج كام؟ 10 20 30 35 36 37. اصبح الناتج بتاعك كام يا شباب؟ 37، 3 عشرات و5 6 7، يبقى الناتج بتاعك المساله دي 37. 7 وكام؟ و30. وانت اشتغل طبعا بعد ما تخلص تحضر الفيديو، اشتغل مع نفسك كده وحاول تعملهم بنفسك. طيب بقول لي 7 احاد، 7 احاد، عايز كام عشرات؟ 60. 6 في العشرات يعني 60، تمام اديك 6. زائد 7 مفيش ال 7، طيب هات قال القاعده عامل المساعد للعدد 5، يبقى هتعمل ايه؟ هتزود 2، هتشيل 5 تزود 10، اصبح الناتج كام؟ 50 60 70 71 72 73 74، يبقى الناتج بتاعك هيكون 74. طيب سهله ان شاء الله. اللي بعده 75 زائد 9، هعمل ايه يا شباب؟ 75 كده 75 اهو، زائد 9، طب ال 9 ما عنديش، هل قال القاعده العامه للمساعد الكبير؟ مش هينفع عشان انا ما عنديش طبعا واحد مرفوع عشان انزل، هل قال القاعده العامه للمساعد للعدد 5، ال 9 مين ساعدها؟ ال 4، تمام، وناقص 5 ازود 10، اصبح الناتج كام؟ 50 60 70 80 81 82 83 84، يبقى الناتج بتاعك هيكون 84. طيب اللي بعده 35 زائد 37 يا شباب، بيقول لي 35 زائد 37، انت محتاج 5 احاد و3 عشرات. طيب زائد 37 انت محتاج 7، طب ال 7 يا استاذ ما عنديش، هعمل ايه؟ هل قال القاعده العامه للمساعد الكبير؟ ما مش هينفع عشان ما فيش حاجه نشطه انزلها، هل قال القاعده العامه للمساعد على 5 زود 2 ناقص 5 زود 10، ومحتاج 30 في الاحاد، 3 في العشرات، 3 في العشرات، انا خلصت من السبعه بتاعت الاحاد، عايز 3 في العشرات، ال 3 مين بيساعدها؟ بيساعدها ال 2 في العامل المساعد الصغير، هشيل 2 واطلع ب 5، اصبح الناتج بتاعك كام؟ 50 60 70 71 72، يبقى 35 زائد 37 بيساوي 72. وكده المسائل بالنسبه لنا ان شاء الله احنا كده طبقنا الثلاث قواعد، قاعده العامل المساعد الصغير وقاعده العامل المساعد الكبير وقاعده العامل المساعد للعدد 5. طبعا الناس اللي انتبه معايا من الاول هيبقى بالنسبه لها الكلام ده سهل وبسيط، لكن الناس اللي اول مره تحضر طبعا هتشوف ان العمليه معقده شويه، وطبعا زي ما قلنا يا جماعه بالتكرار والتعود هتلاقي الدنيا معاك سهله جدا وبسيطه جدا جدا. واعتبر احنا كده خلصنا الحصه بتاعتنا واخدنا تطبيقات على كل اللي خدناه. طبعا لو كنت انت متابع يا ريت، طبعا اكيد انت مشترك في القناه، لكن لو انت جديد يا ريت ترجع تتابع الحلقات من الاول. كان معكم وليد اسلام من قناه رياضيات اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.